كان في حل ورجع والو. هذه الحالة ديال واحد الشاب اللي كان عايش في أوروبا. المهم كان نمر واحد بحال كيما قال لي ملي جا عندي العيادة، مناسبة العيادة موجودة في الدار البيضاء 23 زنقة الأمير مولاي عبد الله، ورقم الهاتف العيادة هو 05 22 26 90 52. قال لي أنا كنت في حل. حل شنو معنتها؟ معنتها هو يعني بحال دابا يعني قوي بزاف، يعني بحال نقولوا بعد نوبة العود تيكون في حل يعني، أو لا تور أو لا يعني سمتو قلي بعد نوبة كون ندير 4 5 6 7 العلاقات كل يوم كل يوم وبدون أي مشكل، ما يوقع له لا فشل لا كذا لا حتى شي حاجة. كانت عنده رغبة قوية جدا للغاية، وكان عنده انتصاب قوي للغاية. اشنو اللي طرا لهذا الراجل؟ هذا شاب مازال صغير قوة الشباب ديالو، ملي كان يعني في اوروبا في شي المهم في دولة من احد دول اوروبا، واش كانت عنده شي مشكل ولا شي حاجة راه يهربوا به شي وحدين، يعني هربوا عليه داروا له يعني شعل عينيه هكاك ما عرفش، مابقاش عقل هو يعني الوجوه للناس اللي هربوا به، وضربوا له واحد المادة الشوكة في الخصية ديالو، الخصيتين ضربوا له واحد الشوكة. من داك النهار اللي ضربوا له داك الشوكة وهو يعني رجع والو، ما بقاش عنده رغبة جنسية، ما بقاش عنده انتصاب. بون واخا الخصيتين انا قلبت الذكر ديالو 20/10 ماشي 10/10، يعني ذكر كبير وخصيتين كبار، يعني ما عندوش شي مشكل تتقلبوا ما عندوش مشكل. ولكن اشني هاد المادة اللي ضربوا له؟ يعني راجل راه حماق. قال لي ما يمكنش نتقبل راسي انا هكا كيفاش كنت وكيفاش رجعت. وطبعا الراجل كيما بغى يكون عمره ما تيتقبل على انه يتصاب بالفشل، يعني كيما قال يعني السيد دائما راجل جوج حوايج، جيبو عامر والذكر ديالو قايم. ملي تيكون راجل يعني دفى وبرد ومبقاش الطاقة ديالو قايم، يعني هنا تيتصاب بحال الزلزال. كنو باجي عندي راجل العيادة في 93 عام، ما تيسمعش ما تيقدر حتى يمشي، وجايبو ولدو. المهم اللي قلت له يعني اشو المشكل اللي عندك، يعني انا فهمته، لان هو من دخل الراجل كبير وبغى يبوس لي راسي، يعني سميتو هكاك ويلي لي 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 سميتو، عرفتو على ان عنده فشل في الانتصار. المشكل هو انه تجوج، وتجوج هو في عمره 93، تجوج بمرأة في عمرها 45 عام، يعني هو كبير عليها ب48 سنة، يعني ب48 سنة. هذا ماشي مزيان، يعني بحال الواحد ملي تبغي تجوج وانتوما الناس انا مقبلين على الزواج، مزيان يكون الفرق بينك وبينها 4 سنين 5 سنين 6 سنين كاع 10 سنين. تجوج ماشي ما تكون الفرق مثلا 20 عام 30 عام 40 عام، بزاف بزاف بزاف، لانك انت ملي راه تشرف راه تبرد ما يبقاش عندك انتصاب، وهي راه تبقى مازال يعني المرأة سخونة. اذا يعني هذا الشاب هذا قلبناه حقيقه، يعني كما قلنا الذكر ديالو النمر واحد، الخصيتين النمر واحد، ولكن تيبقى اشنو هو الشوكه اللي ضربوا له في الخصيتين ديالو. ودرت تحاليل، يعني التحاليل كلها مزيانه حقيقه يعني، ولكن ما تيفهمش يعني، لان دابا تصاب بالاكتئاب ان ما بقاش يخدم، تيفكر في هذا الشيء ليل ونهار. قال لنا كاع اصحابي يعني هما اللي يلعبوا كوره واللي يتفرج في الكوره وكاس العالم وكذا وسميتو، وانا تنفكر ليل ونهار في هذا المشكل هذا. فين هو مشى الذكر ديالي؟ فين مشات القوة ديالي؟ فين مشات الفحولة ديالي؟ كيفاش كنت قوي بحال كيما تيقول في حل، وكيفاش رجعت؟ والو 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 والو، حتى حاجة ما كاين لا انتصاب. قلت واخا دير العادة السرية، قال لي والو. واخا تكون شي علاقة مع شي مرا، والو. واخا تاخذ الحبة الزرقاء مثلا اللي هي من الشيطان، قال لي والو. على اي حال حقيقة حالة الا يعطيها لشي راجل، انا كيما قلنا الراجل يعني الا مشات لك الرغبة ومشى لك الانتصاب مشكل كبير. ما يقدرش يتزوج ومازال صغير دابا، وما يقدرش مسكين يتزوج لانه يعني والو، ما عنده رغبة ما عنده انتصاب، كي راه يدير يتزوج. وهذه القضية طبعا مهمة، حيت دابا الناس مقبلين على من بعد العيد الاضحى
على كل شيء الناس راه يتزوجوا ولا سميتو. الا ما عندكش الرغبه واش تتزوج؟ لا. الا ما عندكش الانتصاب واش تتزوج؟ لا. الا عندك القلب السريع مثلا ولكن الرغبه عندك قويه وانتصاب قوي تتزوج اياه. علاش؟ لان القلب السريع يعني تداوى بسيط، الرغبه الجنسيه وانتصاب ماشي ساهلين صعاب. بحال هو دابا الرجل هذا مازال صغير ما عنده لا رغبه لا انتصاب، يتزوج ما يكونوش انتصاب طبعا، يتزوج حتى نعالجوه ان شاء الله باذن الله ونشوفوا هذه الماده اللي عطاوها يعني اشنو هو الشوكه اللي ضربوا له في الخصيتين ديالو. وطبعا يعني عندي بزاف ديال الحالات، علاش نقول لكم حدا بلا ما عندكش الرغبه وما عندكش الانتصاب يعني الموتور ما كاينش. واخا الذكر عندك كاع يكون كبير، الذكر ديالك كبير والخصيتين كبار، واش تقضي بهم؟ اذا الرغبه هي اللي خصها تكون قويه، ويكون واخا كاع الذكر صغير الحمد لله، المهم تيكون انتصب. كما قلنا المراه ما تحتاجش الذكر كبير بحال دابا هكا وهو فاشل اش غدير به، اولا الراجل بارد ميت جامد اش غدير به. يعني كنت عندي الحاله واحد الشاب مثلا فكرني فيه، ديال الشاب اللي كان صغير ولاباس عليه وكذا ومني تزوج يعني بقى 7 سنين، 7 سنين وما دخلش بها، مازال ما دخلش بها، مازال البنت عزبه وما عندوش رغبه. ملي كنت ندوز له تيقول لي انا ما عنديش رغبه وما عنديش انتصار. مشكل. دونك هذه القضيه يعني مهمه بالنسبه للناس اللي راه يتزوجوا هذه الايام. ولا لاحظتي مثلا رغبه ما عندوش رغبه مثلا وما عندوش انتصاب، يعني اولا كما تنقول دائما من يتزوجوا العامين 3 سنين الاولى ما كاينش الاولاد. علاش؟ ولا مثلا انت نطحتي في شي راجل بحال هكا ما عنده رغبه ما عنده انتصاب اش غدير به؟ حدا كاع كانت فرنجيه وتزوجت بواحد السيد هو مهندس، ومني كان في شهر العسل يعني هو تينعس فقنت ويا فقنت ويا زعما تتزوج ما تخلي ما تصاوب مكياج شهر العسل طبيعي نورمال، تكون العلاقات الجنسيه تقريبا يوميه ولا بزاف ديال في النهار يعني عادي، ولكن هو كان تينعس فقنت ويا فقنت. تتقول له مالك؟ تيقول له الشياطين راهم ناعسين معاك. هي عرفت على ان الرجل يعني مصاب بمرض الفصام، ومن بعد شهر من بعد ما خسرت داك الفلوس وداك الصداع وداك الشيء المهم طلقاته. قالت لي كيفاش انا نعيش مع راجل بحال هكا؟ اذا خصكم تحتاطوا مثلا من بعد عيد الاضحى، راه يكونوا بزاف ديال الحالات ديال الزواج. تمنوا كما قلنا اي راجل ما عندوش رغبه ما عندوش انتصاب ما يزيدش لقدام، واخا يكون عليك الضغوط سميتو بلاتي تتصبر وتشوف ان شاء الله واش انت طبيعي او لا. ها هو دابا راجل صغير ضربوا له داك الشوكه في الفولات ديالو، ما بقى عنده لا انتصاب ولا رغبه ولا والو ولا والو 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 مسكين. اذا طبعا هو عطيناه العلاج ونتمنى على الله الشفاء والعافيه له ولكل الناس باذن الله. اذا يعني حنا طبعا اليوم راه عيد الاضحى وعيد مبارك سعيد، عليكم الصحة والعافية وبالخير والبركات، والناس اللي راه يتزوجوا بالتوفيق بإذن الله من ناحية العلاقة العاطفية بيناتكم والعلاقة الجنسية. نتمنى تشاركونا دائما الصفحة ديالنا فيسبوك دكتور بنيشو، في يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو، في تيك توك دكتور بنيشو. مالينا كل يوم الاثنين الساعة 10 بالليل إن شاء الله. عندنا 3 الأرقام، رقم العيادة 05 22 26 52، ورقم الواتساب 0664-00-33-30. إذا كنت باغي الفحص تقول أوكي باغي ندوز جو في كونسلتاسيون ولا إن تيلي كونسلتاسيون. شكرا لكم وعيد مبارك سعيد.